احنا وصلنا، مجرد ما وصلنا لهذا المحل نهائي كأس الدولي، هذا اشي فخر واعتزاز لنا. ان احنا نحكي عن فريق بميزانيات جدا متواضعة، عقبال فريق لآخر 10 سنوات متى اشر قدر يحصل على 9 بطولات او 9 كؤوس، فهذا فخر واعتزاز لنا. كمان فريق متى اشر تحكي على ميزانية 4 مليون شيكل، عقبال النادي الرياضي عيلمون 300 ألف شيكل. فانا بفخر، يعني بفتخر جدا باللاعبين وبالإدارة وبجمهورنا اللي رافقنا. طبعا انا جدا مبسوط ومسرور. النتيجة ما كانش لصالحكم بس أخذتوا مرتبة تانية، هذا عن جد فخر وكل احترام لكم. خلال المباراة وأنا عم بصورها وبشاهد شفت إنه كان في كتير حكي بين اللعيبة، لما بالذات وقت ما يخسروا وقت ما يربحوا يسجلوا نقطة ويخسروا نقطة كانوا يجتمعوا. فيك تقول لنا شو ممكن كانوا يحكوا لبعض؟ كيف تعطيهم معنويات خلال المباراة؟ طبعا هاي تعليمات انا بعطيها للاعبين، اي غلطه بتصير احنا لازم نكون مع بعض نشجع بعض. في عندنا كمان لاعبين شبابيين بالملعب، لازم حدا من اللاعبين ذو الخبره العاليه يكون معهم يساعدهم يشجعهم حتى يقدر يرتقوا اكثر ويتركوا موضوع الضغط اللي موجودين فيه. شو هدفكم للسنه الجاي او لهي السنه اذا في هدف؟ انا بحب افاجئ جمهورنا عبر محطتكم انه احنا ممكن نشارك في بطوله اوروبا الموسم القادم، لانه انهينا مرتبه ثانيه في كاس الدولي، فهذا فخر واعتزاز بشكل غير طبيعي. اذا احنا قدرنا نشارك في بطوله اوروبا فاحنا بنكون الفريق العربي الاول اللي احنا بنقدر نشارك في بطوله اوروبا الموسم القادم. بس بدكم ميزانية لهذا الشيء. احنا عبر منبركم نتوجه لكل رجال الاعمال انه يا عمي في فريق ذو مستوى عالي في الوسط العربي، اتركوكم لكرة القدم، تعالوا شجعوا هذا الفريق المتواضع اللي عم بيرفع اسم الوسط العربي عاليا في كل موسم وعم بحقق انجازات كبيرة، ادعمونا رح نصل لاعلى المستويات واعلى الانجازات. شعور كثير حلو انك توصل نهائي الدرجة العليا، بس انك تخسر بهيك مباراة يعني الفريق له الافضلية انه يربح علينا، بس الاشي هذا فخر لانك انك توصل ابن 17 سنه انا اوصل لنهائي درجه العليا، هاي اول مره بتصير بعلبون، وها بالنسبه لي فخر حتى لو خسرت بهاي اللعبه. انتوا ما خسرتوش، انتوا كسبتوا. اكيد كسبنا مرتبه ثانيه بكل الدولي. صح، ها فخر. وانت عم تلعب كيف كان الشعور مع اللعيبه لما شفتوا بلشتوا مرات تشدوا مرات يعني مرات تكسبوا نقطه مرات تاكلوا نقطه، كيف كان الاحساس وانتوا عم تلعبوا؟ انه هاي الاشياء دائما بتصير، مرات انت بتشد، مرات بتنزل مره واحده، مرات بتطلع مره واحده، بس الاشي انه كيف قلت لك الفريق اللي قاعد له الافضليه لنا، واحنا كمان ما كناش باليوم المنيح تبعنا على الاخر، كان مستوى لازم يكون افضل شوي. بس شو بتقول للناس؟ شو طموحاتكم كفريق انتو السنه الجاي او هذا العام؟ بامكان يفوت بطولات اوروبا، بس بدنا الدعم المادي. هالفريق مثل خلينا نقول الدعم تبعه مليونين، احنا الدعم تبعنا 200 الف شيكل او 300 الف شيكل، فبطلب من الناس انه قد ما فيكم تدعموا الفريق. دوري بالفريق هو الليبرو، وصلي سنين بهذا المجال يعني بالفريق من علبون، انا ابن علبون، بلشت بعمر 7 سنين 8 سنين عند سار وسمعان لحد اليوم بعدني، أنا اليوم عمري 17 سنة. عمرك 17 سنة وصلت مع فريق اللي كان في كمان واحد بجالك 17 سنة، وصلتوا لمرتبة تانية ببطولة كأس الدولي، كيف شعورك؟ شعور يعني بنوصفهش، لأنه بتاريخ علبون ولا مرة وصلنا لهذا الرماة بليجة عال. يعني المباراة اليوم كانت بدناش نقول منيحة كثير، احنا كان بنغضر اكثر يعني تحضرنا منيح للعبة، هذا ما كانش مستوانا، يعني كنا بنغضر اكثر نجيب ممكن نغلب اللعبة كمان. يمكن التوتر؟ ممكن. شو التخطيطات لقدام بعد هاي المباراة؟ وصلتوا مرتبة تانية، بدكم توصلوا اكيد مرتبة اولى، هذا حلم. شو التخطيطات؟ ممكن كمان اوروبا؟ اوروبا؟ هيك قال المدرب. ممكن تخطيطات، ليش لا، نجيب احنا مران كمان، نخطط للمستقبل ونجيب لعيبه.